في الصحيحين. قال علي رضي الله عنه: كان لي شارف، يعني الناقة، كان لي شارف من غزوة بدر، فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارفا، والشارف الناقة، فيقول: أنختهما عند حجرة رجل من الأنصار، وجمعت لشارفي ما جمعت من الحبال والأقتاب، فلما رجعت إذا بشارفي قد جب سنامهما وبقرت خواصرهما وأكل من أكبادهما. فيقول: فلم أملك عيني من البكاء، لأن هذا الفعل قد فجعه، وهذا كما قال الشراح هذا الدمع وهذا البكاء من الحزن الذي يأتي الإنسان فجأة لا يلام عليه، لأنه كان يستعد لوليمة عرسه على فاطمة رضي الله عنها. فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعل هذا حمزة ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في شرب، يعني يشربون الخمر قبل نزول التحريم، وهم في شرب، يعني أنهم يشربون الخمر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرف ما في وجهي، وكان عنده زيد بن حارثة، فقال: ما الخبر؟ فأخبرته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن ودخل، فإذا حمزة قد ثمل، يعني من أنه سكر واشتد معه السكر، محمرة عيناه، فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمزة ليس بعقله لأن الخمر قد سيطرت عليه، فيقول: نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى ركبته، ثم صعد النظر إلى سرته، ثم صعد النظر إلى وجهه، ثم قال: ما أنتم إلا عبيد أبي، ما أنتم إلا عبيد أبي. انظر كيف تلفظ حمزة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما أنتم إلا عبيد لأبي، كان أبي عبد المطلب، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد علي. قال: ما أنتم إلا عبيد لأبي، لأنه كان يسيطر عليكم ويقوم عليكم وعلى أموالكم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حمزة قد ثمل، رجع صلى الله عليه وآله وسلم القهقرة، يعني أنه رجع من الخلف ولم يولي حمزة ظهره، لأن من هو في مثل هذه الحال كما قال ابن حجر رحمه الله لا يولي ظهره لمن زال عقله، لأنه ربما يتجاوز هذا الكلام إلى الفعل من باب الحذر وأخذ الحيطة. ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى حمزة قد ثمل، رجع القهقرة.